السلامة يا عمي، الحمد لله على السلامة. ضرب زلزالان جديدان صباح اليوم ولايتي هاتاي وكهرمان، بلغت شدتهما 4 و5 درجات على مقياس رختر. وأكدت السلطات التركية أنه تم تسجيل 684 هزة ارتدادية في المنطقة حتى الآن، بعضها كان بشدة عالية. هذا وارتفعت أعداد ضحايا الزلزال المدمر في تركيا ليتخطى 9000 قتيل وأكثر من 50000 مصاب. في الأثناء تتواصل جهود الإنقاذ في المناطق المتضررة للبحث عن ناجين جدد في نحو 900 مبنى منهار، وذلك بحسب السلطات التركية. ودخلت اليوم حالة الطوارئ بالمناطق المنكوبة حيز التنفيذ لمدة 3 أشهر. في هذه الأثناء أعلنت هيئة الملاحة البحرية التركية السيطرة على حريق شب في حاويات بميناء إسكندرون جنوب البلاد بعد جهود إطفاء من البر والبحر والجو. جرى تعليق العمليات في الميناء لحين إشعار آخر بعد اندلاع حريق بسبب الزلزال المدمر والهزات الارتدادية التي ضربت المنطقة، كما تم تحويل سفن الشحن إلى موانئ أخرى. وفي سوريا ضرب زلزال جديد منطقة لواء إسكندرون في شمال البلاد بقوة وصلت إلى 4.5 درجة على مقياس رختر. هذا وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ في جميع المناطق المتضررة من الزلزال المدمر، حيث ارتفع عدد ضحايا الزلزال في سوريا إلى أكثر من 3000 قتيل ونحو 5000 مصاب. وتوقعت السلطات السورية ارتفاع أعداد الضحايا بشكل كبير نظرا لوجود مئات العائلات العالقة تحت الأنقاض. قال مسؤول إدارة الأزمات في المفوضية الأوروبية يانينز ليناتيشيتش، قال إن سوريا فعلت آلية الحماية، فعلت هذه الآلية التابعة للاتحاد الأوروبي بعد يومين من الزلزال المدمر الذي هز سوريا وتركيا. أضاف مسؤول إدارة الأزمات في المفوضية الأوروبية أن الاتحاد تلقى طلبا للمساعدة من حكومة سوريا عبر آلية الحماية المدنية، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء في التكتل متحمسة للمساهمة في تقديم المساعدة تلبية.